شيخ إذا كان مسافر دخل في صلاة رباعية والإمام مقيم فكان في الجلوس الأخير التحيات، فهل يكمل صلاة رباعية أم يصلي ركعتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد مع الإمام فقد أدرك الصلاة؟ لا، ما فيها معنى، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أولا سمعت أنت والأخ سلم حينما سأل، وهذا ليس من السنة، لأن الصحابة يسألون الرسول في المجلس ما يسلمون عند السؤال، لكن من قدم سلم، عرفت؟ أكثر الناس الآن كما تفضلتم، يعني إذا أراد يسأل يسلم، وهذا غير مشروع. أما بالنسبة لمن أدرك، لمسافر أدرك إماما مقيما في التشهد الأخير، فإننا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فهنا أدرك التشهد الأخير، نقول صل مع الإمام التشهد الأخير. وفاتهم كم فاته؟ 4 ركعات، أتم 4 ركعات. وأما الحديث الذي أشرت إليه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا في إدراك الجماعة لا في كون الإنسان يقضي ما فاته، وبينهما فرق. فعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يشمل هذه الصورة، وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير، فإن نقول صل التشهد الأخير وأتم ما فاتك.